تمر مدينة الحديدة بأسوأ أيامها، خصوصا خلال شهر رمضان الفضيل، نتيجة موجة حر تضرب المحافظة لم تشهد مثلها من قبل، وما ضاعف من صعوبة الحياة فيها غياب التيار الكهربائي وانقطاع للخدمات وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة. يرافق كل ذلك تجاهل وصمت مريب من الجهات الرسمية، ولا سيما تلك التي تحاول فرض سلطة أمر واقع فرضتها الميليشيا التي فشلت في توفير أبسط متطلبات العيش ولم تنجح إلا في فرض الأثاوات والجبايات كمجهود حربي. دور المؤسسات والجمعيات والمبادرات الخيرية هو الإنجاز الأبرز في هذه المحافظة، خصوصا في هذه السنة القاسية، بالرغم من إغلاق العديد منها واختطاف العشرات من مؤسسيها وأعضائها، ليبقى البعض يكابد ما يحدث من أجل مساعدة المحتاجين. هؤلاء الشباب في أحد المشاريع الخيرية، أو ما يسمونه بالإفطار الجوال، الذي يطوف شوارع المدينة عبر حافلات صغيرة توزع المأكولات والمشروبات للمحتاجين من الصائمين. وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن غالبيتها نفذت العديد من المشاريع الخيرية الرمضانية كإفطار الصائم، سواء في الشوارع والطرق أو المساجد والأحياء، حيث يستفيد منها آلاف الفقراء. فالحديدة التي أطعمت البلاد خيراتها منذ زمن بعيد تبحث الآن وهي تختنق وتغرق في أوجاع أبنائها ودموعهم عمن يساهم في إنقاذها من حالة التدهور التي تشهدها، وليس من الأمراض فقط بل من الجوع والحر. فمتى تعود الحديدة إلى ما كانت عليه من قبل، واحة خضراء أنيقة ونظيفة؟